اسمعني يا غايد، صار لازم نفل. ليش يا جو؟ ما فينا نبقى هون بقى. ما فيك ما تبقى هون، انتو ضلوعي، انتو الشو. ها ما فيكم تعملوا هيك فيي بالعالم، عم تأذوني. هيدا بودي، قريب بودي. صح، بس لازم نفل. لا لا لا، شو عم بتصير هيدا اليوم؟ غايد بودي، غايد بودي، غايد فهمت. ما بقى فيي غايد. ليش يا بودي؟ غايد ما بقى فيي. ليش يا بودي؟ محشور. شيل ايدك عنه غايد، ما فيي، محشور. شيل ايديك عنه يا بودي. غايد بدي شيخ. يا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من العمى ملا شو، كثير معروف بالانترفيوز تبعه مع تي في هوليوود ستارز مثل شو اسمه هيداك ليوناردو دي كابريو، وقتلنا فيه للموضوع. سو بليز وارم ويلكم لجنيد زين الدين. هابي بيرثدي جنيد، تشا تشا تشا. هابي بيرثدي جنيد، تشا تشا تشا. هابي بيرثدي، هابي بيرثدي، هابي بيرثدي جنيد، تشا تشا تشا. عادة البان تبعنا جي ال بي شو، جي ال بي، جي ال بي شو. اوكي سو بس ما قدروا يجوا فور جابوا محلهم. لا بس صار معهم حدا، صار معهم شيء مشكله. ما في بيجي. ثانك يو على المعايده، على فكره كثير لذيذ كانت. بوقتها اجت بوقتها، اجت بوقتها. جريت. اي متى عيدك؟ 26 سنه. اي متى عيدك؟ جريت. عيدي مدى 23 عام 32 صرت. ما شفت شيء. حبيبي شكرا. جنيد ستيل الجيم. شو الجيم؟ إيه؟ دقيت لك الجمعة عشية ساعة 11 كنت عم بتنفخه. صح. أنا بعمل بس لابس كتير علي تقومي. هلا بتفرجينا بعد شوي بنشوف أنا وياك. فرجيك بغير أوضة؟ إيه. أوكي. كون لحالنا، بفضل كون بلا الشباب. بلا عالم. بلا عالم. أوكي. فيري جود. ليك سبيكينج أوف اللي عم تقوله هلا، الليفل أوف ساركازم تبعك جيد جدا جدا وبعقد. طيب. لو بتسكت شوي بس مثلا تخليني اكمل الانترفيو. الشغله كان عندك اياها من عن صغر، كنت هيك بالمدرسه طورتها، تعلمتها. القدر، القدر ايام بيفتح مجال الفلك. عم بتمنيك هيك من انت وصغير، دائما يعني انت وصغير كل الصف بيكون منيك، بس انه في حدا بيناتهم. انت سيقبك صف منايك. ايه بس في حدا بيناتهم بيضلوا ماشي فيها، كلهم عملوا مشاريع، وصباحا صار دكتور، واحد عمل مهندس، واحد صار ميكانسي، كل واحد شيء. حسيت انجبرت. انا ضليتني انه ليش ما تضلني منيك؟ طلعت انه والله بطلع مصاري. ولا من منيك بلشت تطلع مصاري. وكل ما تمنيك اكثر كل ما تشتغل اكثر. كل ما احسن. شو هالشغل الحلو ما؟ رح ضلك عم تتساءل. بضلك عم تتساءل، ايه بضلك. شو المواضيع يلي بتاخذها اكثر شيء؟ سياسة، دين، كل شيء. كل شيء يعني هو مجبور كل شيء، بس بلبنان شوي محدودة يعني انك تفوت بالدين او تفوت بالاحزاب. ليه؟ شوي خي عقلات يعني، في ناس معينة مش عم نقول الكل، عقلاتهم صغار، بتصير انه هي عم تجيب سيرة المسيحية، عم تجيب سيرة الدروز، عم تجيب سيرة الشيعة كذا، ما فيك يعني تكون بعدك مرتاح لهالدرجة يعني. طيب خي انت برأيك. لا بس عم ناخذ سلفي. قرب قرب شوي، عم ناخذ سلفي. قرب قرب بس عم ناخذ سلفي. يلا اوكي. طيب خبرنا عن مسيرتك من اول ما بلشت، كيف قررت ما تفوت بالكالتشر تبع لبنان وتكون محامي وكذا وتفوت بالكوميدي وتطلع على التي في؟ كيف اجتك الاوبورتونيتي؟ شو عم تعمل ان بارلل مع التي في؟ شوف مان، انا عملت ادفرتايزنج بس قلت احما سوق برودكتس، قلت لسوق كم شغله عندي يعني هيك مخي، وهيك صارت فتت من الادفرتايزنج. بلشت بالام تي في، بعدين صرت نط من محل لمحل وكذا.
سو هلا انت ببي شيء صح باقي مع ببي شيء عندك سوشيال ميديا بيج الانستغرام عندك فوق 50,000 فانز او يو وان كول ذم اصدقاء حبايبي خلينا نسميهم هيك بسمون الفنانين اللي بيغنوا خلينا نسميهم حبايبي حبايبك حبايبي حبايبي سو شو البلان بدك ليك انت ستيلك يعني خصوصا ليك قال لك حكيتها على الانترو تبعك انه الانترفيو اللي عملتها مع ليوناردو دي كابريو از ون اوف ذا موست سكسسفل piece of sketches يلي عملته so حسيت هالشيء او انه بلا ما انه بعمل العالم كلهم وقت بيلتقوا فيك بيقولوا لك مان انت اللي عملت الانترفيو مخيفه وما ادري شو مستكيه بس برضه ايه بيضلوا طائف البلد يعني مثلا هلا حبوها كلها بس مثلا كلوني حبوها بالجبل اكثر لانه فيها دروز فيها لهجه درزيه الشيعه اكثر فاتوا بليوناردو هلا بدي اعمل شيء للشمال بتصير هيك اللعبه عرفت بعثي مسيحيه وبعثي مسيحيه صح 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 في عندنا كثير اشياء نعملها اف بدك تراضي كل العالم للاسف لبنان ليك شو بتعرف وين بشوفك انا وين ما تنكيت قول اوكي يور اون شو فكرت فيها ان شاء الله قريبا لا عن جد انه yeah. فكرت هوست سم وان تعمل كونسبت تبعك لانه صراحه كلنا انه نبش على هوست جديد ات فيتس يو يا ات فيتس يو بتعرف شو قوم اقعد محلك لك ايه هيدا شو مساء الخير بونسوار بونسوار كيف صحتك تمام كيف بلشت يعني شفناك باول شفت الكرسي شو مقيره بالعكس مان حلوه لا لانه هول هيدا الترين هيوكا البروديوسر تبعي والدايركتورز والشباب هن مسؤولين عن السات هون بس ما جابوا انيك كرسي بالماركس انيك كرسي بس لك حلوه هيك فيها انه كنت قاعد عليها لانه محملك اياها الملان وما بشوف الفاضي صح جمعت بس حابب اخبرك شغله انا من ورا فيديو جورج كلوني ساعات مصاري سنتين معه حلوف بدي اشكرك استاذ ايمان استاذ مين بعد من ورا اشياء عملها؟ It's my cousin's favorite comedy video thanks مرسي لانه جبتوني لهون اهلا وسهلا فيك ونحن كثير مبسوطين فيك شو؟ اي واحد؟ ولا واحد ما حبيت ولا شيء اول ما تعرفنا عليه عملنا انفايت كان عملوا لايك على البيج تبعه زين انفايت اضطريت اجي لعندهم وقول لهم جايز بليز ليك سامع بي ذا موفي كورت لا ولا انا هو هيدا الترين اللي بيعملوه وكزدوره شايف شيء كزدوره محل سيارات او شيء لا هن بسياره بيروحوا بياكلوا محل سيارة نو مش حل هيدا ترين عنده كزدورة هون هو ستيفاني لا مبلا حاضر يروحوا بياكلوا من حش بقى هلا صفيت معه حلام فيك تعملنا سين صغيرة مسلسل شو بدك اي بدك اعطيني بس الفكرة بس نعملها كلنا سوا اوكي يلا فكرة فكرة انه انت هات انا اخترع سيناريو لبيب حلال تشرفت كيف صحتك ولد خالتي معي بالجنينة يعطيك ألف عافية كيف شرفنا لبيب حلال إيه الشرف بتعرف عليك تفضل اقعد بس شو عم بيعملوا هون؟ نحن هون لأنه ما فينا نكون غير محل وغير محل إلا حد الأستاذ أسعد إذا الأرض بلعتني ترجع بتبزقني تكون حد الأستاذ أسعد أرجوك الله يخلي لي إياكم الشباب شوي بيتحمسوا زيادة عن اللزوم لأمتى جاي وباقي بلبنان على ثلاث ساعات مثل السما لما تنزل الشتي منها مثل الغيم لما تضرب على جبين الثلج طول عمرك لبيب حلال شرفت بلدك اهلا وسهلا فيك حبيبي لسانك عسل ليه بعدك اعزب ليه بعد ما تجوزت ما بتحس انه لازم تاخذ حدا من الضيعه ليش لا يا ابني ليش لا ليش لا عرفني راح اعرفك على بس في حدا محرز تانيا مين تانيا استاذ اسعد تانيا اختك الوحيده اللي بتحبك اللي ما عندنا غيرها حاملي اسم الضيعة؟ ولا سامع بهالاسم تانيا حاملي اسم الضيعة مزبوط أولى مرة مع لبيب حلال رح تجمع الضيعة ورح نرجع أقوى من ما كنا رح ننتقل هلأ أنا وجنيد على التشالنج تشالنج وهلأ I'm gonna introduce it in a bit سو نحن هلأ وصلنا لمرحلة الموت I guess في تشالنج رح يسألنا إياه مسيو دانييل داني وهن اسئله بريفي ولازم نجاوب عليهم صح انا وجنيد لانه اذا جاوبنا غلط
في ثلاثة ليفلز حر، هين ميديوم وصعب. ليك أنا ماني مستعد، أنا ماني مستعد. أنا مش مستعد مان، أنا الريحة لحالها بلشت يعني عيني عم ترمش لحالها هي، عرفت؟ إنه ما بعرف قد هي صعبة. بدي إياكم تكتبوا الجواب أو ترفعوا إيدكم اللي عنده جواب أول شيء. عندي جواب. يلي بيعطي الجواب صح أول شخص بيربح. تاني بيأكل. خسران بياكل البطاطا الحرة، وهن عدة ليفلز في إيزي ميديوم وهارد. سؤال أول موضوعه تاريخ. تاريخ. نعم. كتب تاريخ تما تنسى. فيكم جاوبوه بالحكم. أوكي أوكي. ما التاريخ. ما هي أسباب المباشرة لاندلاع الحرب العالمية الأولى؟ اغتيال ولي عهد النمسا. صح. أوكي. غايد. يلا غايد. أول بطاطية أول معروف على الكاميرا ترجية. أول بطاطية هي هينة بس. هي هينة. هم نهيكم يا شباب. ما في أبداع ما. بدك وين؟ ما عندي شاطر. لا لا لا. السؤال عرفته. الثاني من قول. العالم الرياضيات. 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 Okay. شغلته. 4x minus 8 is equal to 12. What is the value of x? What is the value? 2. لا لحظة لحظة. مش دائما أول جواب بيكون صحيح. أوكي. جواب غلط. 12. جنيد جواب غلط أول واحد، هو رح يأكل بطاطية وهو هو مش رح يأكل. ما جواب غلط تمام. هيدا كان كتير هينة، عملت منها شجرة ميلاد أنا هلأ. ما تكلك كله إنه هاي الإكواسيون يلي بضلها نازلة. ما كانش الحر جنيد، شفني لا 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 الحر من فوق. إيه إيه شو جواب؟ الجواب كان خمسة 4 times 5 equals 20 20 minus 8 equals 12. ما أنت محمو شو 4 times 5؟ وين 5 هون؟ 5 is x. What؟ شو 4x minus؟ خلص ربحت سكوت. يا زلمة شو تقيل. جنيد كيف حاسس؟ أبشع نهار بحياتي. أبشع نهار بحياتي. ما؟ جنيد؟ ما تحط إيدك على عينك. ما أحط إيدي على عيني؟ من شو ما أحط إيدي على عيني؟ شو بعمل مان؟ بعيش بموت بتنفس؟ شو عم بموت؟ بدك موت؟ يلا قول شو دمعت عم موت مان. جورج سؤال ثالث اتصل بالحكيم. سؤال ثالث من فقرة القواعد. أكل غايد الخرمة، أعرف أكلها. أكلها؟ فعل حاضر. يلا غايد. غايد بياكل ثالث بطاطية، هو فعل ماضي. ماضي. غايد أكلها. أكل غايد بالماضي. لا عم بياكل. لا أوكي. مش يأكل غادي لو يأكل. ظاهر على آخر دي. Thanks guys. أعطينا درام رول جورج. يا. هاي اللي عم نحكي عنه مان، هاي اللي حسيته بالتاني أنا، عرفت شو؟ هيدا الإحساس الحلو. بتمنى بحب أشوفك لما تكون عم كدك العرق هيك، بنبسط لما أشوف عالم عم تتعذب بهالطريقة. ما فيكم تعملوا هيك مان. فيك تسكر الحلقة؟ جنيد عم بعمل نفس الحلقة. الحلقة كانت معكم العمى شو هالشو. شو بدك؟ عم بيموت. علو له اجري. شو بدك؟ مان ليك العرق كد العرق. استنى ما تحط ايدك على المي. ما تحط ايدك على عيونك، ما تحط ايدك على الكبايه. ما تحط ايدك على المي. تشكر فيورز، تشكر على الكاميرا هونيك عم معروف. وين كاميرتي؟ هي كاميرتي صح؟ صح؟ ثانك يو على الشو. كنتوا مع العمى شو. بدي اشكر بس لانه هي اللحظه الوحيده. بدي اشكر كل العالم. بدي اشكر جي ال بي شو بليز اسرع. بدي اشكر اهلي، بدي اشكر كل اللي دعموني، بدي اشكر مدير الانتاج الاضاءه جورج، الميك اب اللي كان دائما حريص على شعري. بدي اشكر كل اللي كانوا حد مني، وان شاء الله دائما بنلتقي بحلقه جديده مع العمى شو ويقدم لنا اشياء مهضومه. رح ننتيز برو خلص بقى وينعاد عليكم ان شاء الله بتكون وعليك. واو جايز، بدي اتصل باستاذ التاريخ قل له شكرا.